مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما احنا عارفين اكيد بنعيش فترة مليانة بالاحداث الكروية، زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل عندنا امم افريقيا، وعندنا كمان الماتش الفاصل المؤهل للمونديال، الجانب يعني برضو ملفات عديدة خاصة بالنادي الاهلي. على كل حال هنتكلم في كل ده، بس خلينا في البداية نرحب بكابتن احمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الخير، منورنا في الاستوديو الجديد بقى. يعني مبروك وتستاهلوا يعني بجد، برنامج رائع. الله يبارك في حضرتك. تسلم استاذ كريم، وحضرتك طبعا يعني منورين الدنيا بجد. الله يخليك، النور زاد بوجودك معانا، سعدنا جدا ان انت موجود معانا النهارده. وطبعا زي ما كابتن هواند بتقول احنا عندنا اكتر من ملف نتكلم فيه، بس تعالى نتكلم باحدث الامور، فكره القرعه اللي نتج عنها ان احنا ان شاء الله هنواجه السنغال. يعني كيف رايت هذه القرعه وتوقعاتك للماتش ده هيكون عامل ازاي، او اللقاءات اللي هتجمعنا بيهم هتكون عامله ازاي؟ انا شايف انه طبعا مصر فريق كبير جدا جدا، منتخب يعني يمتلك قدرات هائله جدا من اللاعبين ومن من التاريخ الكبير. انا شايف ان احنا قادرين ان شاء الله، وطبيعي ان انت هتقابل اي حد من التصنيف الاول، كلهم فرق كبيره وفرق قويه جدا. السنغال فريق قوي يعني يمتلك لاعبين جيدين جدا ولاعبين بقيمه تسويقيه عاليه جدا، يعني معظم الفريق او ما كانش كل الفريق بيلعب في دوريات كبرى او في بس بنفس قوه الاجيال السابقه من اللعيبه السنغاليين. انا شايف انت عارف في وقت من الاوقات كان السنغال زي كوت ديفوار زي الكاميرون زي نيجيريا، كلهم اقوى من بعض، صعب حتى تقول مين فيهم قبل الثاني. هل الكلام ده لسه حاصل لغايه دلوقتي مع السنغال ولا أكيد الدنيا اختلفت؟ اكيد السنغال فريق كبير جدا، واكيد مصر او المنتخب المصري او مستر كروش طبعا واللاعبين طبعا منتخبنا الوطني اكيد هيكونوا مقدرين ان هم بيواجهوا مواجهه كبيره قصاد السنغال. السنغال فريق قوي جدا، يعني ما يغركش ان هو عنده يعني صعد مثلا لدور ال 16 او ثمن النهائي بخمس نقاط بفوز وتعادلين، لكن هو فريق قوي جدا عنده امكانيات وقدرات. اكيد الـ 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 اكيد المباريات الكبيره او الـ او الـ زي ما بيقولوا المباريات الفاصله بيكون ليها حسابات ثانيه خالص. انت بتلعب ماتش قصاد السنغال، هتلعب على ارضك الاول في مصر هنا، وبعد كده هتروح هناك، فاكيد دي وانت على ارضك ليها حسابات، وانت عندهم هناك ليها حسابات تانية خالص. انا شايف ان هي يعني منتخب مصر قادر ان شاء الله ان هو يتخطى عقبه السنغال ان شاء الله، ونتاهل لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. طيب لو احنا اتكلمنا، لان السؤال ده مطروح برضو في تخوف شويه كابتن احمد، يقول لك طب احنا يعني هنلعب الماتشين دول ازاي، وهل احنا هنلعب بشكل مختلف عن امم افريقيا ولا الاداء ازاي، وهل في تاهيل نفسي وبدني ولا الوضع ازاي، يعني برضو الصوره بتشوفها ازاي بقى، لان خلاص زي ما حضرتك قلت هم ماتشين وننتهي على كده. اكيد طبعا، يعني المباراه الفاصله بتكون يعني لو مباراه واحده بتكون يعني حاجه فيها عنصر توفيق كبير جدا، ان انت لو في حاله اللاعبين بتوعك حالتهم كويسه جيده في المباراه دي، فممكن تكون انت منتخب قوي جدا، بس المنتخب في المباراه ده او في المباراه دي تحديدا مش في حالتهم، زي ما بيقولوا دي اوف، يعني خلاص مقفوله. لكن ده مباراه رايح جاي، يعني انت بتروح بتلعب على ارضك، فبيبقى تقدر تعوض في المباراه الثانيه. انا شايف ان انت على ارضك هنا لازم تطلع بنتيجه ايجابيه عشان هناك تقدر انك تامن نفسك بشكل كويس، يعني يعني يعتبر 60 او 70% من نجاحك في المشوار ده ان انت تنجح هنا على ارضك الاول. يمكن التصنيف الاول بحظوظهم اكتر ان هم بيلعبوا المباراه الاولى بره، فيقدر يامن بشكل كويس بره، وبعد كده يرجع على ارضه يبدا يعني الضغط بيبقى عكس بالظبط. يعني بتقدر انت يعني بتقدر تستخدم عنصر الارض والجمهور لصالحك كمنتخب. فانا مش عايز الحته دي هم يستفادوا منها، انا عايز ان احنا من هنا الاول نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه من 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 تقريبا المباراه هتكون على استاد القاهره، نطلع من هنا من استاد القاهره ان شاء الله بنتيجه ايجابيه، وبعد كده هناك نقدر نامن كويس، واحنا عندنا الحته دي ان شاء الله نقدر نعملها بشكل كويس. ما هو النتيجه الايجابيه دي انا وكريم اتكلمنا فيها كتير جدا حتى يعني واحنا مش على الهوا، هل بتشوف ده فعلا ان شاء الله على ارض الواقع هيبقى وارد؟ يعني ما احنا كل يمكن ماتش بنقول الاداء يمكن يختلف في اللي جاي، هنشوف حاجه يمكن ما شفناهاش، اكيد هنتفاجئ. يعني انا لا اقلل والله ولا انتقد، لكن انا بقول لحضرتك الصوره بشكل حقيقي، فهل في فعلا توقعات غير متوقعة الماتشين دول يعني ذهابا وايابا زي ما بيتقال؟ لا، هو كلام حضرتك مظبوط 100%، لكن انا هضيف عليه بس ان احنا هنا المباريات يمكن احنا في بطوله افريقيا احنا الكوتش بيعمل سيستم لعب وبيعمل طريقه لعب واسلوب لعب وبيقدر قلناها في البطوله اللي فاتت بس تمام
وبين اول بطوله العربيه بنقول وبيعمل اسلوب لعب وبنبدا ان احنا اللاعبين لانها بطوله يعني طويله شويه فيها دور مجموعات او دور مجموعات وفيها بعد كده مباراه دور الثمانيه دور ال 16 وبعد كده الثمانيه وبعد كده الاربعه والنهائي ففي تدريج في الـ في الـ في, الـ في الصعود لكن دي مباراه فاصله او مباراتين فاصلتين فانا شايف انه اللعيبه نفسها لازم يبقى لها دور ان هم يكونوا في افضل حالاتهم هم الاعداد النفسي ده مهم جدا والذهني والاعداد البدني انت بتلعب منتخبات قويه جدا تتميز بقوه بدنيه عاليه جدا وبسرعات عاليه جدا اي التحام انت ما تكونش في افضل انت ما تكونش انت الافضل فيه لان هم بالفطره كده او حاجه ربانيه ربنا مديهم قوه بدنيه وسرعات تختلف شويه عن شمال افريقيا احنا عندنا الذكاء اكتر المهاره اكتر الشغل الخططي يمكن دي بدا يتطور عندهم بشكل اكبر الفتره اللي فاتت بدات اللعيبه دي بتسافر بره بتحترف بره في دوريات كبرى بتتعلم التكتيك بشكل كويس بتشتغل شكل خططي بشكل اصبحوا اذكى شويه من قبل كده في انسجام بقى يعني كان زمان ممكن تلاقي 2 3 لعيبه بس محترفين هم اللي فريق العيب مش الكلام مش على اللعيبه كابتن احمد الفريق كله بقى كويس انت بتتكلم على اللي بيحرك هي دي النقطه ما هو انا قلت لحضرتك انا بتكلم ليه بتكلم انه اللعيبه نفسها لازم يبقى لها دور يعني ايجابي ايضا مش هقول بعيدا عن مستر كروش لانه هو طبعا ما نقدرش احنا نغفل دوره هو لازم يبقى ليه دور اساسي في او هو دوره الاساسي لكن انا بتكلم ان اللعيبه نفسها تقدر تفوق نفسها يعني انا اصلا ده اللي احنا كنا مستنينه من اللعيبه الفتره اللي فاتت على فكره كابتن احمد بالزبط. اللي مخلي سؤالنا هواند سؤال نميس واللي مخلي تعقبها انمس كمان فكره ان في ناس مش مطمنه على اللي جاي من منطلق ان مقياسهم هو جوده الاداء من عدمه تمام في الامم افريقيا وقبلها كمان في البطوله العربيه طيب انا شايف ان هو احنا يعتبر احنا بدانا البطوله الافريقيه باداء مش جيد يعني بدانا وبتشكيل مش جيد وتوظيف للاعبين مش جيد ولكن انا شايف ان احنا بدانا الى حد ما مش يعني مش بنسبه طبعاً كبيره جدا نسبي. في تحسن نسبي كده انه الفرقه بدات تتحسن المنافس ما مش بنفس قوه منتخب مصر او بنفس قوه منتخب المنتخبات اللي نقابلها سواء في السنغال او سواء كوتوفوار احنا كنا بنلعب غينيا وكنا بنلعب السودان طبعا مش بنفس قيمه الفرق الكبيره اللي احنا اتكلمنا عليها ولكن يعني في تحسن نسبي موجود ان الاداء بدا يبقى افضل هو بس مستر كروش بس لو يقدر ان هو يعني ما يلعبش في توظيف اللاعبين بشكل كبير ان هو بس يعني مثلا سي لو في حد زي عبد الله السعيد هو بيلعب مثلا في 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 بيلعب رقم 8 في طريقه 4 3 3 بيلعب رقم 8 وبتحرك تحرك عرضي وده ما بنستفادش احنا منه كمنتخب لان عبد الله السعيد قوته ان هو يكون لا في اختراق ولا في زياده بالظبط ان هو يكون متواجد تحت الفيرود لانه بصير كويس بيعرف يتحرك بين الخطوط بشكل كويس في لاعب زي يعني في لاعبين عمر مرموش بياخد فتره طويله جدا جدا لما بيتم تغييره ممكن يتغير من بدري لو هو مش في حالته نتمنى ان هو يكون في حالته يعني نتمنى ان هو عمر مرموش لاعب جيد عنده امكانيات عاليه عنده ثقه في نفسه كويس عنده شخصيه يعني نقدر نستفاد منه لو هو في حالته اللي هي جيده لكن لو مش في حالته نقدر من بدري ان احنا يتم استبداله واحنا عندنا عناصر بره قاعده على الدكه امكانيات عاليه يعني ما تقلش عن عمر مرموش نقدر نستفاد منهم من بدري هو بس تاخير بعض التغييرات كده او ان انت بتنقل الطريقه بتاعتك من 4 3 3 ل 4 2 3 1 في اوقات معينه وتبدا تعتمد على كروسات بعد ما انت بتطلع الفيرود اللي هو اصلا بيلعب بالهيدرز كويس بنخرجه بعد كده نبدا نلعب كروسات لحد عنده سرعات فده قرايه غير جيده للاحداث يعني او وتوظيف غير جيد لامكانيات اللعيبه بالظبط يعني انا لما بكون عندي مصطفى محمد مثلا بيلعب هيدرز كويس وابدا انا العب لعب في العمق وما بعملش كروسات وبعد كده لما يطلع وانزل مثلا شريف حتى لو لدقائق صغيره نبدا نعمل كروسات رغم ان شريف عنده انطلاقات اسرع وعنده حاجات طبعًا يلعب طبعًا فانا شايف ان كل واحد ليه ميزه المفروض مستر كروش يبدا يلعب على الميزات بتاعت او الامكانيات بتاعت اللاعب اللي عنده لازم يقرا اللعيبه وامكانياتهم كويس جدا قبل ما يتم الدفع بيهم او قبل ما يتم توظيفهم بشكل خاطئ انا شايف انه احنا قادرين عندنا منتخب قوي جدا عندنا عناصر جيده جدا مش عايزين نقلل منهم بالظبط دي نقطة مهمة لعيبة على أعلى مستوى احنا أنا عن نفسي يعني أنا عندي ثقة شخصية في منتخبنا ولاعبيه يمكن هو بس مستر كروش زي ما أنا عارف إن أنتوا عندكم يعني مش احنا والله ده
ده المشجعين المصريين والعرب يعني مش هنقول بالظبط احنا يعني ناقلين مش أخر. لا بالظبط انا قصدي انه يعني انه حضراتكم وانا وكل معظم الناس حاسين ان احنا المنتخب عنده اكتر من كده لو بالظبط عنده اكتر من كده لو تم توظيف اللاعبين ده بشكل افضل. وده اللي ضايق يا ابو الكباتن بالظبط. لو انت معاك لعيبه نص لب اقول لك ماشي ادينا ربنا يسترها علينا وعليهم، لكن احنا عندنا لعيبه جامده. لا احنا عندنا لعيبه جيدين جدا وعندنا لعيبه، عندنا واحد من ضمن ثلاث افضل لاعبين في العالم طبعا. لازم نديله حقه ولازم نقدره. يمكن هو مش في افضل حياته في افضل حالاته سوري في البطوله دي، لانه برضو الاجواء في الكاميرون مش على افضل حال، يعني سواء الملاعب سواء المناخ او الطقس مش على افضل شيء، فممكن يتاثر يعني ده طبيعي جدا، ممكن يتاثر الارض مش مظبوطه يعني لما تلعب فتره طويله. في عوامل طبعا خارجيه، في عوامل خارجيه بتحيط باللاعب بتاثر في امكانياته او في قدراته يعني او بتقلل منها، لكن ما نقدرش نقلل من قيمه محمد صلاح طبعا ولا اي لاعب ولا النني ولا المجموعه اللي موجوده دي، مجموعه بتادي على اعلى مستوى يعني. طيب هقول لحضرتك على حاجة، احنا هنروح فاصل بس هنرجع نتكلم في موضوع، لانك برضو عاصرت جيل الثلاثية ودي كانت فترة يعني لا تنسى ولن تنسى كمان. هنرجع علشان نتكلم عن ده، ومش هقارن قوي بس عايزين نشوف الفروقات البسيطة اللي ما بين الجيل ده والجيل الحالي. فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن احمد. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا عشان نستكمل مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه اللي منورنا من خلالها كابتن احمد سلامه، واللي وقفنا في الكلام معاه قبل ما نطلع الفاصل عند سؤال نهاوند المتعلق بانتمائك لجيل الثلاثيه، الجيل اللي كان مش بص هقول لك اقل وصف كان مرضي جدا لكل الجماهير اللي كانت بتتابع كل البطولات اللي انتوا شاركتوا فيها، وانجاز التعبير يعني مقارنه كده بين الجيل ده والجيل الحالي. هو للاسف يعني ما فيش مقارنه، مش هقول ان هنا ده فرق عن ده، لا هو الكره بتتغير والاجواء بتتغير، يعني احنا كنا في وقتنا في 2000 المدربين بيتغيروا بالظبط في 2008 في 2008 و2010 او 2006 قبلها الكابتن حسن كان عامل اجواء كويسه، قادر يحتوي كل اللاعبين سواء اللي بيجوا محترفين من بره او المحليين. اللاعبين المحليين كانوا اضافه كبيره جدا جدا للمنتخب، كانوا عاملين يعني كانوا عاملين حاله يعني حد قيمه تريكا وبركات واحمد حسن وحسن عبد ربه ومحمد شوقي وعماد متعب، يعني كان في مجموعه كده تقيله جدا، عمرو زكي مش عايز انسى حد ميدو، يعني المجموعه دي انا شايفها مجموعه من يعني قلما يعني جاد بها الزمان يعني لازم مع كل فتره كده تلاقي في مجموعه كده منتخب بيكون في حاله جيده، حتى على مستوى منتخبات العالم ممكن تلاقي مثلا في جيل كده في كل صحيح. بلد جيل مكسر الدنيا 2008 2006 و8 و10 كان من الجيل ده، اللي اضاف للجيل ده وجود الكابتن حسن شحاته، يعني كان عنده حس وطني عالي جدا وكان عنده احساس بالمسؤوليه عالي وكان عايز ينجح وكان قريب من كل اللاعبين وكان بيتعامل معانا كأب مش كمدرب، كان حتى كلامه معانا ننزل استمتع انزل ما يعني ما تتخضش ما تخافش خش انت يعني بيديلك دوافع بيحسسك بنمط الشارع او بالحاله اللي عليها الشارع من دعم ليك كمنتخب، ولذلك انا بتكلم دلوقتي بقول لازم ندعم منتخبنا لانه من يعني المنتخب كلاعبين يعني اكيد بيحسوا بينا احنا يعني كمتابعين ليهم او ان احنا او كشارع او شارع مصر يعني ان احنا بندعم او ما بندعمش، لازم يوصل لهم ان احنا بندعم يعني ما احترامي هم مش ذنبهم حاجه ان المدير الفني بيحط حد مكان حد او حد او يغير اماكن اللاعبين مثلا، ده مش ذنب اللاعبين، اللاعب بيأدي مهام او بينفذ مهام الكوتش او المدير الفني، فانا شايف ان احنا لازم ندعم لاعبتنا بشكل كويس، لكن الجيل الحالي جيل جيد جدا عنده امكانيات عاليه جدا، بدا اللاعبين المحترفين عندنا يكونوا على مستوى اعلى، هو بس اللي ناقص شويه حته التوظيف زي ما اتكلمنا وحته ثبات التشكيل وحته ان احنا نلعب بطريقه تتناسب مع الطريقه اللي اعتاد عليها لاعبي منتخبنا الوطني يعني. انا شايف ان احنا بنلعب 4 2 3 1 بنكون جيدين جدا، واحيانا مستر كروش بيرجع ليها يعني واحنا شغالين في المباراه بيلعب بيبدا ب 4 3 3 وبعد كده لما يلاقي الدنيا قفلت شويه بيبدا يلعب ب 4 2 3 1 وبتجيب نتائج ايجابيه كويسه وبعد كده بيبدا يامن ثاني ب 4 3 3، فانا شايف ان هو الراجل مرتبط جدا بالـ 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 بالطريقه دي ومش حابب يغيرها وحابب ان هو يطور منها، فاللعيبه لازم تتعود على شغل الكوتش
هو يمكن هو في المباراه الاخيره عمل تريكات كويسه في يعني بيلعب بيعمل زي مثلثات كده على اجنب الملعب، انني مع مثلا عمر كمال مع صلاح في جبهه، وعبد الله السعيد مع ايمن اشرف مع عمر مرموش في جبهه ثانيه، وبيعمل جبهات كده بشكل كويس، بادئ يدي يعني بادئ ثمار الطريقه تشتغل. ولكن في المباراه الكبيره، في المباريات الكبيره زي كوتوفوار زي السنغال لما نقابل في يعني في المباراه الفاصله بالظبط، يعني اكيد لازم احنا يعني مش يعني مباراه السودان مباراه غينيا مش مقياس ان هم دول لو ظهرنا فيها بشكل جيد ان احنا نظهر قدام كوتوفوار وقدام السنغال بشكل جيد بنفس القيمه او بنفس الصوره. لازم احنا نطور، انا كمدير فني لازم اطور انا واشوف الفريق المنافس ده او الخصم بيتعامل ازاي واتعامل معاه ازاي، حتى لو اغير طريقه اللعب لازم انا اكون عندي مرونه تكتيكيه شويه في الملعب ككوتش، مش لازم اكون يعني عندي جمود او عندي طريقه واحده بشغال بيها، ممكن ما تتناسبش مع المنافس، وممكن المنافس هو يكون هو اللي لازم انا اشتغل عليه مش هو اللي يشتغل على طريقتي. يعني هو مستر كروش جاي على اساس انه احنا هنشتغل واي حد هيشتغل علينا، لا، في منتخبات يعني فقدتنا شويه في حته القوه، في حته السرعه، في حته يعني عندهم تفوق شويه نسبي، فلازم انت تشتغل عليهم، تعرف نقاط قوتهم تقفل عليها، نقاط الضعف تشتغل وتشتغل من ناحيتهم. فانا شايف انه لا، لازم مستر كروش يشتغل شغل واقعي اكتر، شغل مرن اكتر، يعرف قيمه المحطات اللي احنا داخلين عليها الفتره اللي جايه، يعرف ان احنا كشعب مصري رياضي ما بنقبلش غير بالاداء والنتيجه مع بعض. يعني انا مش شايف هو لحد دلوقتي الجماهير ما يعني ما حسبتش، خلي بال حضرتك بالزبط بالزبط. احنا لحد دلوقتي محدش حاسب كيروش بالزبط. يعني انا اعتقد لو حصل اخفاق اكتر من كده في اللي جاي ساعتها الجماهير هي اللي هتتكلم، مش الاعلام، مش النقاد، مش اي حد تاني يعني أكيد. فلا، احنا نتمنى ما نوصلش للمرحله دي، لان الوضع فعلا لا يحتمل او لا يحتمل، وفي نفس الوقت مش ده اللي احنا نستحقه زي ما حضرتك كنت بتقول يا كابتن احمد. بالظبط، يعني يمكن الكابتن حسام البدري تمت اقالته بسبب ان هو الراجل كان بيكسب وكان ماشي كويس، لكن كان الاداء سيء. واحنا دلوقتي برضه نفس الموضوع، انا مش شايف انه في تحسن واضح، يعني أيوة. مش شايف انه في تحسن واضح بالزبط. لكن انا شايف ان احنا يعني شارع رياضي او يعني كجمهور مصريين بننتمي لهذه البلد، وفي نفس الوقت داعمين بشكل كويس لمنتخبنا طبعا. ما نقدرش ان احنا دلوقتي نقلل من اي حد، هم دلوقتي زي ما يكون احنا او زي ما بنقول بالعاميه احنا في مركب واحده كلنا. أيوة. كجمهور وكمدير فني وكلاعبين فانا شايف ان احنا لازم نكون داعمين طول الوقت. بس هل الدعم ده دعم عن رضا؟ لا، هو دعم من اجل الدعم لكن صح. مش عن رضا. احنا شايفين ان احنا لا نبقى راضيين اكتر لو احنا شكلنا في الملعب افضل، لو احنا بنلعب الكوره اللي بنستمتع بها كشارع مصري يعني. لكن انا شايف حتى الان ما وصلناش للنقطه دي، لكن ان شاء الله نتمنى ان هو يعني يبص للفتره اللي جايه بمنظور تاني، اعاده حسابات ومنظور بمنظور تاني بالظبط. رائع جدا. طيب عايز اروح مع حضرتك وتقييمك للبطولات المختلفه، لو رحنا لكاس الرابطه ولو رحنا لامم افريقيا، في مفاجآت يعني، شفنا مفاجآت، شفنا حاجات غير متوقعه، شفنا فرق ومنتخبات بتصعد يعني بترحل، وللاسف برضه بشكل غير متوقع. كنا متوقعين يعني منتخبات معينه مثلا ان هي تتاهل، لا لم تتاهل، يعني منهم الجزائر على سبيل المثال. فهل ده طبيعي ولا في حاجه غريبه بنتكلم السنه دي؟ لا، هو الجزائر ليها يعني ليها حاجه يعني خاصه بيها. انا شفت ان الجزائر نازلين البطوله دي يمكن هم اول يعني اول مباراه ليهم، هم يعني للاسف يعني ما قدروش يكسبوا سيراليون، وسيراليون طبعا يعني فريق مش الافضل يعني. ما هي دي يعني هي دي بجد يعني عطلتهم شويه، وبعد كده بدات العصبيه. يمكن انا في ملحوظه كده انا لاحظتها عن منتخب الجزائر، يعني بيلعبوا بعصبيه شديده، حتى الكوتش على بن ماضي او يعني جمال بن ماضي عنده عصبيه شديده على الخط. يعني انا شايف ان هو لو اهدى شويه الهدوء ده هيوصل للاعبين، هيبداوا يلعبوا بشكل افضل. لكن انا شايف ان هو حتى هو على الخط متعصب جدا، زائد ان اللعيبه اصلا في الملعب متعصبين، يعني بيلعبوا بعصبيه شديده. طب تعتقد ليه ده حاصل؟ هو يمكن طلع في تصريح بعدها قال يعني الموضوع يعني ملوش دعوه بالاراده، هو ليه دعوه بالقدره، يعني غير مرتبط بالاراده يرتبط بالقدره. القدره بقى، هل انت بدنيا مش جاهز؟ هل انت
فنيا؟ هل اللعيبه مش قادره تنفذ تعليمات الكوتش؟ هل هي اللعيبه مش متواصله مع بعض بشكل كويس؟ يمكن انا شفت رياض محرز يعني انا شايفه يعني بعيد شويه، مش داخل جوه اجواء الفريق بشكل كويس. يمكن عندنا صلاح، رغم ان احنا بننتقد في صلاح، لكن انا شايف ان هو لا صلاح عنده مجهود وعنده بيحاول ويعني عنده حاجه عايز يقدمها، حتى لو الكره مش ماشيه، حتى لو الاجواء مش مساعده، لكن بيحاول. لا محرز في جنب، واخد جنب لوحده بعيد، والفرقه بعيده عنه بشكل كبير. فانا شايف انه منتخب الجزائر كان ليه يعني طبعا حاجه خاصه بيه، ان هو كان بيلعب بعصبيه شديده، ما نظمش دفاعيا بشكل كويس قصاد كوتوفوار، وده اللي خلى كوتوفوار كسب الثلاثه، وكان الهدف الرابع كمان اتلغى في اخر ثانيه في المباراه، رجع الفار. ده هو اللي كان حاصل مع الجزائر، يعني كله استثنائي الحقيقه. هو استثنائي، ولكن انا كان ليه برضو حسابات. يعني انا يعني العصبيه الشديده قصاد فرق كبيره زي كوتوفوار او نيجيريا والكاميرون والسنغال، والفرق دي العصبيه الشديده دي هم بيستغلوها بشكل افضل. يعني التنظيم، ان انا انظم دفاعيا بشكل افضل، والهدوء بيفرق جامد جدا في الموقف. هي البطوله زي ما قلت لحضرتك برضو فيها كده ملابسات. يعني على كل حال يعني الوقت للاسف الشديد خلص كابتن احمد، بس حضرتك نورتنا وهتنورنا بقى تاني. يعني دي مش يشرفني طبعا كالعاده. انا سعيد جدا معاكم بجد، وبجد بكون سعيد يعني بحس ان انا في بيتي زي ما قلت قبل كده. يعني طبعا شكرا ليك. وطيب انا هشكرك بقى، لان انا هسيبك وانت هتكمل. لا احنا قاعدين مع بعضينا، احنا قاعدين مع بعض. هسيب حضراتكم مع كريم وفقره طبيه زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه مع دكتور دينا ابو السعود، والموضوع مهم جدا، تعزيز كفاءه الجهاز المناعي. انا بنصح حضراتكم بجد تتابعوا الفقره دي علشان هتطلعوا بمعلومات مهمه جدا. فاصل سريع ونرجع نكمل.